هنا بهذه المؤسسة الثانوية الإعدادية المسيرة بمنطقة بني مكاد بمدينة طنجة، تلاميذ يعكفون على وضع نواة اختراعات بناء على اجتهاداتهم تلت دروسا تلقوها من مدرساتهم بالثانوية الإعدادية. طائرة مروحية ومكنسة متعددة الاستعمالات وزوارق مائية وغيرها من الاختراعات البسيطة الشكل التي بوأت هؤلاء التلاميذ والتلميذات مكانة تنم على مدى قدرتهم في مواكبة حصصهم الدراسية بكثير من الجدية، الهدف تحصيل علوم وتقنيات قد تدفعهم مستقبلا لتسجيل اختراعات متعددة ينفردون بها في يوم من الأيام. اخترعنا طائرة بالتحكم عن بعد، تكون فيما مكونان خارجان، مكون خارجي ومكون داخلي. استخدمنا في المكون الداخلي محركان للطائرات الخاصة بالطائرات ودار إكسي مع التحكم عن بعد، واستخدمنا بعض الأسلاك الرقيقة وأنجزناه. أما في المكون الخارجي استخدمنا بعض المواد الرقيقة لتكون أخف. اخترعنا حفارة آلية مع صحابي وكتحفر بطاقة ضغط الماء، تتحرك بالضغط بالماء. مكوناتها عبارة عن ألواح كرتون وبعض المحركات وقاطع تاير. كيف ما كتشوفوا هذه الأعمال التطبيقية كنقوم بها في إطار يعني الموازنة مع الدروس اللي كنقوموا في الدرس ديالنا خلال الحصص الدراسية ديال التلامذ. في هذه الأعمال التطبيقية هي واحد إبداع وابتكار ديال التلامذ اللي من خلالها كيلتمسوا وكيعاودوا يعملوا واحد الحس إبداعي وابتكاري من خلال إعادة الهيكلة ديال الأشياء أو إبداع جديد ديالهم. منه التلميذ كيفهم الدرس أكثر، منه كيستوعب وكيلمس ديك الأجهزة اللي كيتعرف عليها في مادة الفيزياء والكيمياء. حقيقة أن التلاميذ ديالنا كيشرفونا وعندنا مجموعة ديال الاختراعات مثل طائرة قادرة مروحة عفوا قادرة على الطيران، عندنا مكنسة كهربائية، لدينا أيضا قوارب قادرة على السباحة في فوق الماء، ولدينا أيضا العديد، هناك تراكيب مختلفة سواء كانت تراكيب على التوالي أو على التوازي. تمكنوا التلاميذ من صنع بيوت أيضا، كما لدينا أيضا مروحة قادرة على التبريد، وهناك أيضا العديد من الاختراعات.